وفاة والدة الفنان السوري طلال مرديني وتعرفوا على محطات في حياته وما حقيقة زواجه من الفنانة جيني أسبير. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشف الممثل السوري طلال مرديني عن خبر محزن لجمهوره على خاصية ستوري عبر حسابه على موقع انستغرام، حيث أعلن عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض. وكتب طلال مرديني قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا ماما ويصبرنا على فراقك، الغصة بقلب كبيرة الاعتراض على حكم الله. ونعى الراحل عددا من الفنانين من أبرزهم باسم ياخور، حيث قال: العمر إلك يا طلال، العمر إلك يا أخي الكريم، الله يرحم والدتك. أسكنها فسيح جناتي وأنا اللي بعرف قديش كنت مكلل برضاها عليك، الله يصبرك ويقويك. وكان طلال مرديني قد طلب متابعيه بالدعاء لوالدته منذ يومين بسبب تدهور حالتها الصحية. يعد الممثل طلال مرديني من أهم الممثلين السوريين الشباب ومن أكثرهم تسارعا في الطريق نحو الشهرة. وبعيدا عن التمثيل، فإن طلال مرديني قدم للدراما العديد من المسلسلات باعتباره أحد أبرز الكتاب الشباب. اسمه بالكامل طلال أيمن مرديني. ولد الفنان طلال مرديني بتاريخ 25 يوليو عام 1985. عمر الفنان حتى الآن 35 سنة. ولد الفنان طلال مرديني في دمشق في سوريا. جنسية الفنان سوري. سنوات نشاط الفنان من 2005 حتى الآن. طلال مرديني ممثل سوري شاب، تخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق. كانت بداية مسيرته الفنية قبل 14 عاماً، وتحديداً عام 2005 من خلال المشاركة بمسلسلي فسحة سماوية وقرن الماعز، لتتوالى بعدها أعماله. وشارك طلال مرديني خلال مسيرته فيما يقارب 50 مسلسلاً، من أبرزها كسر الخواطر عام 2006 وبعد السقوط وأبو خليل القباني ورياض الحق عام 2010، وكذلك مسلسل أيام الدراسة ورجال العز عام 2011 وزمن البرغوت وفتة العبد وخان الدراويش عام 2014، وكذلك مسلسل وعدتني يا رفيقي وخاتون وباب الحارة ووردة شامية وهارون الرشيد وسايكو. وعلى صعيد الكتابة في خزائنه 8 أعمال هي أيام الدراسة عبر جزئين وخاتون بجزئين أيضا وأحلى الأيام وفتة العبد ورجال العز وحدك مداك. بدأ طلال مرديني الكتابة من مسلسل أيام الدراسة وكتب أيضا عدة لوحات من مسلسل بقعة ضوء ومرايا، بعضها لم يقبل، ثم كتب 3 حلقات من مسلسل بعد السقوط. اشتهر طلال مرديني بين الأوساط الشعبية بشخصية غسان في أيام الدراسة، والتي قال عنها إنها الأقرب بشخصيته الحقيقية، وأن هناك تشابها كبيرا بينهما باستثناء العلاقة مع العائلة، حيث أن علاقته مع عائلته حميمة ومميزة جدا. فاجأت الممثلة السورية جيني أسبير محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها مع طلال مرديني، وأشارت إلى أنها تلقت عرضا للزواج من قبله. وأرفقت جيني أسبير الصورة بتعليق جاء فيه طلب: إيدي شو رأيكم، وافق ولا لا؟
لكن إسبري عادت وأوضحت أنها لم تكن جدية بالمنشور الذي نشرته، بل كان على طريقة المزاح مع متابعيها. تحدث طلال مرديني عن الممثل السوري ياسر العظمة صاحب سلسلة مرايا، فقال الأستاذ ياسر العظمة إنسان لطيف ومتواضع جدا وشخص قريب من الشباب، وهو أول من شجعني على الكتابة عندما كتبت عدة لوحات لمرايا 2006 التي لم يتسنى إنجازها، ولقد أعجب بلوحاتي وأخبرني بأنه لدي الموهبة وبإمكاني تقديم شيء مميز في الكتابة. وهذا الكلام أعطاني دفعة معنوية هامة جدا، ولقد شاركت بلوحتين بمرايا 2006 إحداهما كانت مع الأستاذ ياسر العظمة، والتي كانت بعنوان أرجوك لا تخجلني، ومرايا أعتبرها بمثابة معهد عالي للشباب وواجهة رائعة للدراما السورية. تعرض الفنان السوري طلال مرديني لكسر في يديه وإصابة شديدة في رقبته بعد سقوطه عن الحصان في كواليس تصوير مسلسل هارون الرشيد. وكتب طلال مرديني على مواقع التواصل الاجتماعي حمدا الله أنها انقضت عند هذه الإصابة التي يحتاج معها لوقت من الراحة حتى يستعيد عافيته وقدرته على مواصلة التصوير. من الجدير بالذكر أن طلال مرديني مقيم في دولة الإمارات مدينة دبي، وينتقل ما بينها وسوريا ولبنان لتصوير أعماله التي يشارك فيها، وآخر مسلسل الدراما العربية المشتركة خيبة أمل. شارك الفنان والكاتب طلال مرديني العام الماضي في 4 مسلسلات، وهي مدرسة الحب الجزء الثالث والشك والحرام لك الجزء الثاني وأحلى الأيام والأخير قام بتأليفه أيضا. ويشارك طلال مرديني أيضا في مسلسلين ما زالا قيد الإعداد، هما مسلسل البيئة اللبنانية الشامية عرس الحارة ومسلسل العربجي مع صديقه الفنان باسم ياخور. يعتبر طلال مرديني متابع لكرة القدم ويتابع محليا نادي الوحدة وعالميا أيسي ميلان ومنتخبه المفضل إيطاليا. يعتبر الممثل السوري قصي خولي من أقرب الأصدقاء لطلال مرديني، ويعتبره بمثابة أخ له أيضا. برأي الفنان طلال مرديني فإن الحظ يلعب دورا كبيرا في مشوار الممثل ونجاحه، وأكثر صفة على ممثل التمتع بها هي الذكاء.